يعبر الجسم والفصول وندبة في القلب لا تشفى. أيها الخطيب، ليس في الوجود إياه، فلا تقسم على ولائي لوحيد القرن في غابة الشرك، واحفظ في جنوبك بوصلة الخالص. المقابلون لاعب النرد على الروليت التي تشبه الحياة، لا يدركون صدق الرياح وغضبة المال وعلاقة النجم بقعر النجاة. أيها الخطيب، ليس في اليقين إياه، فلا تغفو تحت شجر الاستفصار، فصوت الوقت حصاد الخسارات، والمزهرية إلى أذن مكسور تخفي غبارك ودهون زهرة الأوركات. أيها الخطيب، ليس في موعد إياه، ظننت أنك اهتديت إلى الطريق حين فقدتني، فلا تمضي على أجلي. وتمهلت إلى رفيق الرشوة لمنحتك خيارات المراه، وكيف تقع بشرف في شرك مكيدتك. أيها الخطيب الوئيل، لا تترك الباب موالية جهة القلب، فالخيالات تدلف كلها من الشبوك. فصول بفالي أليما والأثيما، بأي عزم ستعبر جسر تلك الفصول وتفتح الممرات المطوقة بخط ولادنا؟ أم الشمس طافية والأغنية حزينة والقصيدة تمجد الضفادع المخصية؟ البحر كان ينزلي على النساء على جسارة ورودها، سبيلا من اللهفة كان صوتها المتواري يوقد حواسه على دلدلات الأتين، سفر نحو طفولتها النائية، نداء أسئلتها كأنها إنانة تقبل بجحيم دانتي. اسمع يا أبا، حكايا السفرات كعود الريح بلا ضفاف والعود تتباهى بأزهار الليل الشهيرة والباب الشرع بين الآوى وأثار الخيل فوق رمل شطانها. اسمع يا أبا، تموجة خسارة تأوي حكيها من كهوف نسيان على الهواء مباشرة، أنيمها السري وتلاشي اعترافتي كالمقارن، ولا تلقي التحية على ردة التاج المشيعة ببياض الإيمان وضياء الحب وسقي الغفران ذاكرتها الهائلة. اسمع يا هدى، سكونها يهب لها في جمالي، اسمع عبرها عبورها تلك الفصول ذاك المساء من جسر الوري إلى حسنتي. استسمح لي أخذ بعض شغلات من الديوان السابق لمداعبة هذه الجلسة الشهيرة. نافلة عليه كأمر الله في الشيء تجلى، تأتينا يا سيدة الإشارة، تفتحين نافلة الفجر علي بالإشارة.
الشوق إليها يشعر القلب نارا، الشوق إليها يشعر القلب نارا، الروح نورا. وسألتك عن رسالة الوجع، تحية البوق.